السلام عليكم ابطال، معاكم بالك من فيديو جديد. النهارده يا جدعان الفيديو ده معمول عشان ناس كتير كتبت ستري اللي هي اللعبه بتاعت القطه دي، فهي تجربه غريبه شويه بس اول مره تحصل في العاب. قبل ما تبدا الفيديو كده تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، تجهز اللي انت هتشوفه لان الفيديو ده لازم سماعات وجو رايق. فجهز كده ويلا بينا مع الفيديو. بدايه اللعبه شكلها جامد، والناس كتير بتتكلم عليها الفتره دي، فاحنا لازم نجربها. وانا بصراحه بحب الحاجات دي. قصه القطه في الشارع ده حاجه موضوع مسهل مع اعلى جرافيكس بقى، فاحنا هنستمتع النهارده. انا بقول لكم السلام عليكم. ايوه قامت بقى، يا لهوي الجرافيكس عظمه بصراحه. واو ايه منكش. قطوطه ايه. السلام عليكم. ايه ده ايه الشغل ده؟ انا البدايه كده لا مش عايزين نلبس. هنا بقى هنعرف هي بسبعة الروح ولا لا، بس انا عارف انا هنا كده يقولوا الحقيقه، اكيد هم درسوا الحوار ده، درسوا في حوار سبعة الروح ده. سبعة الروح ده مجازا يعني ان هي ما بتموتش بسهوله عشان القبضه هنعرف انا. لا توت بطيء بيعمل يوم الليفت اول خلاص. انا كده مصعب الموضوع على نفسي. سن السكينه، اطلع سنه يا صاحبي. نخلص الموت على ال اشرب ميه. احنا هنحس بعناهم يا جدعان والله. كفاية يا عم، انت قط اسود انا بخاف منهم، بس يلا. ايوه هنمشي على الماسورة دي اكيد. انا اتسحلت انا يعني. اكل اكل ده اكل اكيد صح؟ يا ساتر خطر الحوار ده شوية. مينفعش انام وانا على حاجة؟ انا بمشي على اي حاجة انا نسيت. طب انت بتسوحيني ليه؟ الواد ابو برتقالي ده اوتو ده مش سالك. يلا يلا روحنا يا ساتر. شلبك انا حاسب. لا 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 مش مش لا مش مش باينة مش 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 على افلام ولا ايه؟ لا لا سكار اخويا. ايه ده بيتفرجوا على اصحابي؟ ايديكو مش مش يا نهار اسود. مش مش ما ماتش اكيد ما ماتش. ده لسه مسمينه مش مش من غير صحابه دلوقتي. شفتوا شلبي ونص برتقانه هم بيبيعوه؟ طب ماشي انا سامع. ايه الرعب ده؟ هما فوق. ده رجله اتكسرت. اللعبه دي ناويه تغير نظره القطط كلها. مدينه طردو، مدينة ميتة ديد سيتي. يا لهوي فران كبيرة. ايوه عايز ايه؟ قطة يعني. يا دينا على الجرافيكس يا جدعان، دي لعبة بجد. انا كنتش عايش في ببجي دي، ما احنا كناش عايشين. ايوه ايه الفران دي؟ مش فاهم ده كل حاجه بتخبطها بتتحرق. ايه ده؟ ماشي انا عايز اسيب ده. احتياطي اي مرازيه كده، انا عايز ارازي الناس اللي تحت دول. هم ايه دول بقى؟
شطافات دول ولا ايه؟ مش فاهم انا. خد يلا يا ابن المعزة، انت بتاكله ايه؟ ايه ده يا عم؟ مش انت خايف من ايه؟ ايه ده؟ مش قفله؟ افهم لنا كده ايه الدنيا ماشيه معاه ازاي. ده الروبوتات دي اصلا بترعبني. تعالى كده نطلع فوق. ده باسكت في يافطه بلاستكس. ما طبعا اكيد ما فيش خضه هنا في اللعبه، اكيد دي لعبه قطط. مش هسيب الرعب واجي القطط هتخض برضو يعني. مشموش يا لهوي. مش خدت حاجة من الدنيا؟ ايوه كده عورهم. اجري يابا اجري. سلام عليكم. من غير ما تقول لي هولد ليفت. وايه دول يا جدعان؟ يا الدنيا جاية عليه اصلا. بيقول لك رقصهم. يلا مش يلا ميسي، عمكم ميسي. اجري يا مش فاش. يا لهوي. لا هو ايه العلب دي اصلا؟ لفت الت لفت الت لفت الت. خلوني اخويا حن عليا وعمل لي اوريو وجابهولي محمد، والقطه محدش حن عليها والفريم بتجري وراها. الحمد لله. اقعد بقى انضف حالك كده من القرف ده لحد ما ناخد لي بق اوريو. ويلكم باك يا مشمش. ايه يا ابني السرعه دي؟ اطلع فوق تاني صح كده؟ نعدي للناحيه الثانيه. ايوه صح كده. عادي يا مشمش. انا عايز اعرف ايه الكائنات اللي كانت المدينه دي، بس يعني كفايه مشكله مشمش دلوقتي انه ايه؟ انه بعيد. زق دي. ايوه كده. اعمل ابني طريقك بنفسك. انا مستمتع بالجرافيكس وجو اللعبه ان انا مستغرب اصلا. اشرب طيب. طب مفيش ولا قطة في المدينة دي ولا ايه؟ ماشي. اطلع فوق. وفي ايه هنا يتداس عليه يخرب بيته؟ ايه ده؟ اطلع على دي؟ لسه بتهزر. ماشي. الشقة. شابتر الشقة. سخن الدوبر عشان لو قابلنا حد من الجزم سواء. ماشي. اكيد مش عايز نكتب. استنى فين بتاع انا جبتها معايا وانا جاي دي؟ في بتاع كده جبتها معايا وانا جاي. لا حاجة انا جبتها وانا جاي. اي هبد كبرداوي. شكلك عملت مصيبه. شكلك يا مشمش هيزعلوك. ماشي. ما انا مالي. ايه ده؟ المفروض اجيب اربعة. واحدة تانية اهي. ماشي هات دي ركبها لي هنا. لا يا صاحبي في دي. وواحدة كمان منين؟ شوف هنا كده في اي حاجة. واحدة فوق اهي.
ماشي يا صاحبي ركبها يا مشمش. يا لهوي انت قط ذكي. ماشي ايوه كده اي بتنجان. هو افتح الممر في اي بتنجان. هو ميو فعلا. هذه اللي هتشغل الواد ده يا اصحابي. بس كده ابعد بقى وشك. وسع لهم عشان هم شكلهم يعملوا حوار. وسع لا انا صديق. ده هتشتغل بقى تعمل حاجة. ما اكيد مش هتنام على الارض وتسكت كده. والله كنت عارف. ايه ده بقى عندي صديق. ايوه انا اللي عايشتك ب12. لا يا اسطى لا لا يا مشمش بطل. بيقول لي انت شغلتين شكرا. بليف ذا كاميرز اكيد ان ذا ديتي. يا عم ايوه والله I am a country member my name it seems my... يعني انا مش فاكر اسمي بس الذاكرة عندي مضطربة. انا محبوس في شبكة النت بقالي كتير. انا بترجم لكم اللي هو بيقوله. يعني انا اشتغلت عند عالم هنا عايش هنا لمدة طويلة. ممكن تناديلي بي 12. ماشي. ايه ده يا اسطى ده افضل شايله كده. لا مش مريحه. طيب بيقولك مش مريحه بس هتعود عليها. شوف معايا ايه. حلو خرجنا من الشقه دي. ماشي اركب يا عم. استخدم دي. ايوه المفتاح. الله كشاف. اجيب الكود ده منين برضو؟ ما انا عايز اشوف الكود ده. هو مكتوب على الحيطه شكله. ايوه الكود اهو. اطلع كده زق لي الحاجه دي. 2 3 3 3 7 4 8 3 7 4 8. اجري قبل ما انسى. اه مش 3 7 4 8 3 7. ايوه افتح. ايه ده الادب اللي انت بتفتح بيه ده؟ ماشي وكلنا على الله. حلو ال واو. واللي تحت ده يا لهوي الدنيا خربانة تحت. بتاع المعفن اللي بينور ده ربنا يستر. بيقولك انا استنى انا فاكر دي. بيقولي انت المكان ده اللي انت جيت منه. بيقولك هو وعد حد ان هو يروح لهناك. بص ماشي يلا. هتتكلم يا عم زي البني ادمين. هو هيبقى قطط وهو روبوتات. يلا عم ودينا الاسانسير. اركب بقى وما تعمليش دوشة عشان انا مش هنزل المدينة دي تحت التانية. لحقنا. طيب ده ايه ده؟ يا اسطى ما تخافش. يا اسطى انا اللي خايف منك وانت اللي اجري شكله.
ايه ده؟ المدينة كلها خايفة مني ليه؟ يا جدعان انتوا اللي شكلكم مرعب. خد يلا خد يلا روبوت يا مكسح انت. وبعدين بقى ده مليان ده ومين ال هما بيخافوا من البشر او من مش بشر يعني بني ادم يعني البني قط الحاجات اللي عايشه يعني. انت اللي هتفايتني يعني يا عموم الكلام عندك على ايه؟ شكل دلوقتي شغل الخطر ان في كائن حي. ورحمكم الله حبيبي. ماشي عندهم لغة معينة. احنا مش الواد ده بيقول القطة انا مش احنا ما بحبش النوع بتاعكم يعني. بيقولوا احنا مرحب بيك ان انت تعيش في عالمنا بس ما تاكلش حد على اساس قلت ده يا عم ده تعبان يا عم ده مش يا عم تخاف من مش ايه في اليابا السرعه دي خلينا في نمشي في ام المدينه المرعبه دي بس كان يا عصام يا نمر ايه في يا عم صفش يا عصام يا عيال الكلام على ايه انتوا روبوتات خوافه عامه شكل الانسان كسرهم حبيبي يا عمنا بيقول له انت مفقود عايز ايه طيب اعمل بيقول له مستحيل يخرج من المكان ده ما عدا الناس اللي جايه من بره اصلا بيقول له كل حد مات كل الناس ماتت ما عدا مومو فين مومو يا مومو انت طلعت من المدينة الخارجية في الاخر يا مومو ماشي عايش في البيت ده بعيد خلصانة عمهم ده بيت مومو ماشي لاعب بيصور دلوقتي جاي لك يا مومو فانا شايف كده كفايه قوي لحد النهارده وكانت تجربه اللعبه جامده بصراحه فلو عجبتكم قولوا لي انزل لكم الجزء الثاني منها وان شاء الله الفيديو الجاي يا اما ببجي يا اما الجزء الثاني بتاع بوبي بلاي تايم فلو انتوا عايزين الجزء الثاني بتاع الحلقه دي بتاع اللعبه دي اكتبوا لي في الكومنتات ونكملها مع بعض بس هي كلعبه جامده يعني بتخليك تعيش تجربه غريبه كده بس هي جامده والناس كلها بتشكر فيها فاحنا كده تقريبا لازم نكملها